ميدان الوذبة عاصمة الميادين. نذهب مباشرة لنتعرف على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول من ياتي مع الصدارة ومع المقدمة بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق المميز. المركز الأول من ياتي مع الصدارة النداوي، عبد الله بن ناصر بن سويد المنصوري من يقدم لنا النداوي مع مقدمة الشوط. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني التقدم الممتاز، هناك من ربدان سالم بن محمد بالشرقي العفاري من يقدم لنا ربدان مع المركز الأول. مع المركز الثاني ثالث المراكز ياتي الفاتن سالم بن شخبوط بن سالم الوهيبي من يقدم الفاتن محتل مع المركز الثالث. المركز الرابع ينطلق مباشرة وياتي في هذه اللحظات الشارد صالح بن سعيد القربوع المري ينطلق مباشرة ويحتل مع المركز الرابع. خامس المراكز من ياتي الواضح راشد بن خميس القويص السويدي من يتقدم مباشرة مع المركز الخامس اللي في المركز السادس، انطلاق مباشر في هذه اللحظات من النشمي محمد بن مطر بن راشد بن سعيد المزروعي من يقدم هذا الاسم، ولكن التقدم والوصول في هذه اللحظات من الطياري عوض بن عبد الله بن مبارك المزروعي من يقدم لنا الطياري يحتل ويغير مباشرة ويحتل المركز السادس. سابع المراكز اللي في المركز السابع القادم الواصل هناك اللي هو الباهي راشد بن مانع بن محمد بن قطامي من يقدم لنا الباهي. المركز الثامن من ياتي ويتقدم في هذه اللحظات متعب صالح بن راشد بن محمد المنصوري من يقدم لنا متعب القدوم والوصول مع المركز العاشر والتقدم الممتاز في هذه اللحظات من ينطلق مباشرة وياتينا اللي هو النشمي محمد بن مطر بن راشد المزروعي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة والنداء الأول للمراكز الأوائل المتقدمة، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع مقدمة الشوط. ربدان ما زال هو المسيطر، هو المنطلق. مشاهدينا الكرام، تعود الملكية لسالم بن محمد بالشرقي العفاري من يقدم لنا ربدان، ونتمنى لك السلامة بهذا الانطلاق مع المركز الأول. ثاني المراكز اللي رافق ربدان على الصدارة وتقدم في هذه اللحظات يا مشاهدينا الكرام بتقدم ممتاز، بدأ ينطلق ويغير مباشرة هناك مع المركز الثاني في هذه اللحظات يا مشاهدينا الكرام. من ياتي اللي هو الفاتن سالم بن شخبوط الوهيبي، بدا يفتن الفاتن ويتقدم الى مقدمه الشوط والى المركز الاول. ثاني المراكز من ياتي ربدان سالم بن محمد بالشرقي العفاري. المركز الثالث الطياري عوض بن عبد الله بن مبارك المزروعي من يتقدم مباشره مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع اللي ياتي شارد صالح بن سعيد القربوع المري محتلا مع المركز الرابع بالعرق من يتقدم مباشرة. المركز الخامس نرى القدوم والوصول في هذه اللحظات، برزان أول إذاعة لبرزان، بدأ مشاهدينا الكرام يتقدم مع الكيلو ونصف الكيلو. تعود الملكية شعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري من يقدم هذا الاسم، والقادم أحلى وصل للمارد عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، ومن الجانب الآخر مريع عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي. يا سلام أسماء تقدمت، الكل بدأ يتقدم، متعب صالح بن راشد بن محمد المنصوري، ولكن ثاير وصلكم ثاير، وصل الغويص محمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي أول إذاعة لثاير يتقدم مباشرة ويحتل المركز السابع. هكذا الأسماء، هكذا الشعارات، ولكن وين الموقع أن سألتم؟ الكيلو الأخير، ما بعد كيلو إلا الناموس ومقدمة الشوط والمركز الأول. ما زال الفاتن، ما زال الفاتن مع مقدمة الشوط، هو فاتن للمركز الأول. يا سلام، يبي السلام لأهل السلطة. هنا من يقدم لنا مشاهدينا الكرام سالم بن شخبوط الوهيبي يتقدم، ولكن حذاري من اللي وصل، من اللي انطلق كالسهم ما شاء الله تبارك الله مريع بالعود الرميثي. وهناك ايضا ياتي اللي هو ربدان. السلام وين؟ السلام يتجول اللحظات الاخيره. روح يا بن شخبوط، اضرب بلالي وروح للناموس. يا سلام، الفاتن الفاتن
بن زيتون المجازف قادم، قادم المجازف يقدم لنا منصف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. حضر وهل منازف، حضر وهل منازف مع الامتار الاخير. يا سلام محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بدي شن الغارة الفاتن مع المركز الثاني سالم بن شخبوط الوهيبي، المركز الثالث اللي هو مريع عبد الله بن احمد بن عود الرميثي، ولكن منصف منصف مشاهدين الكرام يهدي بن زيتون، يهدي اهل منازف، يهدي المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس على هذا الفوز لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني. من وصل المشاهدين الكرام مريع عبد الله بن احمد بن عود الرميثي، المركز الثالث الفاتن سالم بن شخبوط بن سالم الوهيبي، المركز الرابع رابع المراكز متعب صالح بن راشد بن محمد المنصوري، وفي خامس المراكز خامس المراكز مشاهدين الكرام مطفي حمدان بن محمد بن مبارك العفاري اول اذاعه المطفي مع المركز الخامس. نذهب مباشره للتوقيت الزمني والى منصف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والى هالمنازف، صب عليهم بالخير. قاطع المسافه في زمن وقدره 6:02:09 من الاجزاء. تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدم لنا منصف على هذا الفوز والابداع والانتصار. ثاني المراكز مريع عبد الله بن احمد بن عود الرميثي، قطع المسافه في زمن وقدره 6:03:09 من الاجزاء. ثالث المراكز الفاتن سعود الملكيه سالم بن شخبوط بن سالم الوهيبي، قطع المسافه في زمن وقدره 6:04:04 من الاجزاء. هكذا كانت النتيجه مع المركز الثالث اللي هو الفاتن سالم بن شخبوط بن سالم الوهيبي، ولكن الفوز والانتصار لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من